وأقدم حكم في القائمة الدولية ومرشح للتواجد في كأس العالم 2026. انطلقت سفيرة معروف الاتحاد الطاقم الأخضر من كامل على يمين الشاشة الأهلي بطاقمه الغني عن التعريف على يسار الشاشة، كيف سيواجه طارق العشلي جبهتي مارسيل كولر. ادي اكرم توفيق، اتاخر اكرم توفيق، ضغط عليه عمر الوحش، حطها في مساحه لمابولولو لكن اقرب على طول لمصطفى شوبير. ضغط مبكر اهلاوي من اجل يعني هدف اراحه الاعصاب، لكن الاتحاد خصم مش سهل هذا الموسم. افضل قدم اليمنى حسين الشحات من امام لحسين، حسين يحطها بينيه لوسام ابو علي 30 سنه. سيفتكا يلعب كورته طوليه، محمد هاني حجز على كورته اطول من لازم. امام عاشور، امام طولية داخل منطقة الجزاء لوسام، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا وسام يا ولد يا مهدي. اتلعبت الركنية لمروان عطية، عايز مين واخد القرار قبل ما الكرة تجيله؟ ادي وسام. تدخل فيه عنف على وسام في اللقطة اللي فاتت، ادى الادفانتج بامتياز محمد معروف في مساحة من رضا لأكرم توفيق، أكرم يلعبها على حدود منطقة الجزاء عند إمام، يطلع على طول خالد الغندور. الموسم الماضي 16 هدف، والموسم الحالي 10 أهداف، والموسم اللي قبل منه 13 هدف، ماكينة أهداف لا تعطب. وادي حسين 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 حسين، بالغ في المراوغة حسين. اتلعبت على طول رأسية من رامي ربيعة ومفرق في يعني رصيده الكبير جدا. لدى جمهور النادي الاهلي في فتره زمنيه وجيزه مصطفى شوبير. ادي مابولولو 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 خطير مابولولو، يرجع عبد المنعم يضغط على مابولولو. عمر حسين ظاهر له، عمر كمال يرجع مره ثانيه لامام، حسين وامام حسين وامام، والتصويبه وتطلع الكره ضربه مرمى. ليفو ساليفو الغاني يغير الملعب للانجولي، من الغاني الانجولي، شوف امتصاص واستلام مابولولو مابولولو مابولولو، واحد اخضر ضد اربع عمر، يا ولد منه لحسين، شوف الثلاثه خرجوا بالكره ازاي. حسين بينقض اسامه ابو علي، يسحب المدافع ويفتح المجال لرضا سليم، رضا الاكرم، لكن التصويبه تصطدم مدافع الاتحاد محمد هاني، حطها في اليمين لرضا سليم، لسه ما اشتغلش رضا، رضا حطها لمحمد، محمد عمل فنت واستلم لكن واقف كويس وعينه. مروان منه لامام، امام عايز يطلع عمر كمال، حطها له، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا امام، قبل ما تقول يا ولد يا عمر يا كمال، يا ولد يا امام، قبل ما تقول يا ولد يا عمر يا كمال. وادي التهور هنا من هشام صلاح، عمال اعلق واقول انه دايما بيدخل بالقدم اليمنى على قلب الملعب، ما عندوش حلول عمر كمال، ليس يعني انتقاصا من قدر عمر كمال والقدم اليسرى، لكن هو قدمه اليمنى بيضم للقلب، شرب الترقيصه هشام صلاح، وعمر كمال ينجح في الحصول على ضربة جزاء تبدولي صحيحة 100% بصناعة من إمام عاشور المايسترو لاعب الفريق. إمام عاشور ما تقدرش تقول حتى إمام يشبه حد قبل كده، في مش بس في النادي الأهلي، في كرة القدم المصرية بشكل عام، مش عايز ضربة الجزاء، يمكن كان قال كده بعد ما انبهر محمود كهربا لضربة الجزاء في لقاء الجونة. وادي وسام أبو علي، وسام ابو علي يستعد الفدائي لتنفيذ ضربه الجزاء. وسام من اجل رابع اهدافه هذا الموسم مع النادي الاهلي، ومن اجل تسجيل هدف الافتتاحي، المولود في مدينه البورج بالدنمارك. وسام ابو علي، وسام ابو علي، جول 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 جول، اي تكنيك لوسام ابو علي، يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام، الفلسطيني وسام ابو علي يسجل هدف عالي لنصر، هدف غالي لنصر الاهلي العالي، الشياطين الحمر واحد لا شيء الاتحاد السكندري، ابن فلسطين، ابن ارض السلام والخير، ابن ارض مهد الانبياء والرسل، ابن ارض قبله المسلمين، وطن الاحرار. وسام ابو علي يسجل هدف التقدم للنادي الاهلي، وسام وسام الفدائي يسجل. فلسطين الحبيبه، يعني كيف لا تدمع القلوب على مآسيك، فلسطين في القلب دوما وليس يوم. وسام ابو علي يسجل، الفدائي وسام ابو علي، هدف الرابع هذا الموسم وهدف الافتتاحي. حتى ضربة الجزاء والتنفيذ يدرس يدرس، اي قلب واي روح واي اعصاب، ضربة جزاء لا ينصح بها لاصحاب القلوب الضعيفة. شوف حطها فين، اوه 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 اوه، لو كل حراس الاتحاد الثلاثة اللي في القايمة وقفوا في المرمى صعب تيجي من هنا، مش هتيجي. لسه ما شفناش رضا سليم، يمكن اقل لاعبي الاهلي الجبهة اليمنى لسه ما اشتغلتش، رضا ومحمد هاني حتى اللحظة. وسام ابو علي
لف واستلم حطها الرضا، هيرد عليها رضا، رضا رضا يا رضا، اتدلع يا رضا، قالوها زمان جمهور الاهلي في التسعينات، وحالا جمهور الاهلي ايضا يحيي رضا سليم بالهتاف ده في التمرين، رضا يا رضا اتدلع يا رضا، يحط بليسنج رضا سليم يا ولد اسد الاطلس، اي اتقان واي براعه. قلت الاهلي بلا اي لاعب صاحب قدم يسرى في التشكيله، ورضا سليم يقول لي البركه في قدم اليسرى حتى لو لم اكن لاعب اعصر. اي براعه واي اتقان من رضا سليم بقدمه اليسرى، ما بالك لو يمناها تعمل ايه كمان. يا ولد يا رضا، يا ولد يا رضا. فلسطيني يتقدم للاهلي، ثم مغربي يعزز التقدم امام دحقات من خالد بيبو مدير الكره للنادي الاهلي وصاحب هاتريك الشهير في مرمى سان داونز 2001 في نهائي تشامبيونز ليج. يسجل رضا سليم هدف، اتمنى ياخد حقه من التصوير. ايوه ده، لو تشوف الزاويه اللي ورا الجول ومن الزاويه دي اوريك البراعه. شوف 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 المهدي سليمان لم يحرك لها ساكنا، هو ده الوصف الحرفي للمهدي سليمان، لم يحرك لها ساكنا. يا ولد يا رضا، يا ولد يا رضا، يا ولد يا رضا. القميص رقم 12، واتكلمت عن محمد بركات، واتكلمت عن جيلبرتو بالقدم اليسرى، القميص رقم 12 يعيد ذكريات واشجان سيبستياو امارال جيلبرتو، ويعيد ذكريات اهداف مارادونا النيل. المغربي رضا سليم، اللاعب القادم من فورسي ارمي رويال دوريبات الجيش الملكي المغربي، يسجل تاني الاهداف. وشوف سامي قمصان، شوف بيستمتع باعاده الهدف الثاني الرائع من رضا سليم، و يعني حدث ولا حرج عن براعه وسام ورضا سليم. ادي العرضيه وادي الراسيه في ملاحق المنتخبات الافريقيه. امام عاشور، امام عاشور، امام عاشور، امام 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 امام، حط كل لعيبه الاتحاد السكندري في ظهره، محدش عارف ياخد الكره منه، يرجع ليه رضا سليم، رضا سليم يرجع ليه اكرم توفيق، اكرم لمروان رجب، مروان مروان عطيه عفوا، تصويبه من عمر كمال، جميله جمال، جول بالعمر كمان. القدم اليسرى مش حاضره لكن القدم اليمنى حاضره. يا عمر، يا عمر، يا عمر، يا عمر، اي هدف واي جول واي تصويبه من عمر كمال في المقص. الاهلي بالتخصص يسجل ثالث الاهداف وثلاثيه اهلاويه على الاتحاد السكندري المستسلم. فاجئنا عمر كمال، اللاعب اللي قلت عليه فيرساتايل ومتعدد المراكز، يلعب ظهير ايمن، يلعب ظهير ايسر، يلعب في وسط الملعب، يلعب حتى مهاجم كفي بدايات، لعبه مارسيل كولر كستوبر، لكن عمر كمال القدم اليمنى كانت كافيه. الاهلي بلا لاعب اعصر في الشوط الاول، لكن عن طريق القدم اليمنى لعمر كمال واليسرى من قبله رضا سليم، والقدم اليمنى ايضا لوسام ابو علي، يحلق النصر الاهلاوي ويسجل ثلاث اهداف اجمل من بعض النادي الاهلي في مطلع احداث الشوط الاول، في سهره كرويه وفي لقاء لم يبح بعد بكامل اسراره. اتوقع كمان مزيد من الاهداف بالنظر للحاله الغريبه اللي ظهر عليها لاعبي الاتحاد النهارده. يا ولد يا عمر، يا ولد يا عمر، اي تصويبه من عمر كمان، ضم للقلب بالقدم اليمنى ولبست في وجه في وش رجله عمر كمال، تصطدم ببطن العارضه وما يقدرش يعمل لها اي حاجه المهدي سليمان. بتدخل فيه النهارده اهداف هيروح يتفرج عليها من جمالها، بتدخل فيه اهداف هيروح يتفرج عليها من جمالها. شوف عمر كمال، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، العارضه تتعاطف مع عمر كمال من اجل تسديده بارعه، تسديده صاروخيه تعيد للاذهان بقى تسديدات سمير كمونه ومحمود ابو الدهب وطاهر ابو زيد ومدفعجيه النادي الاهلي، مدفعجيه النادي الاهلي. تصويبه جميله من عمر كمال وهدف يعني مهم جدا. طب حسين، حسين نفسه مفتوح عايز هو كمان يسجل، حسين، حسين حطها لوسام، اهم الكعب يا وسام، وسام كان مستني حسين الكعب لكن وسام يطلع بيها لعمر كمال. مروان لامام، وأداء سلس ورائع ومطمئن ده الاتحاد السكندري بلا أي خطورة على مرمى مصطفى شوبير، وشوط مريح لمحمد معروف اللي يعني يتأهل من أجل إطلاق صافرته، فعلا يطلق صافرته محمد معروف معلنا تقدم النادي الأهلي بثلاثية نظيفة من توقيع وسام أبو علي، رضا سليم، وعمر كمال. الثلاثي بواتينج الغاني وعمرو صالح واللاعب ناصر نصر، يوريك عدم الرضا من طارق العشري على الثلاثه اللي قدام. يعني عبد المنعم التايم ما كانش احسن حاجه، تنزل لميسي
ميسي يحط احمد عادل لمابولولو، مابولولو 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 مابولولو، عامل البلوك عليه على طول رامي ربيعه يجبره على التمرير، جابها اليمنى عن بواتينج يحطها لكريم الديب، انطلاقه من كريم تجرأ الاتحاد، وادي احمد عادل ميسي في النادي الاهلي، استحواذ بدون خطوره، ادي ثلاثه من لاعبي الاتحاد ما كناش بنشوف ده الشوط الاول. ميسي ميسي حطها لعمر الوحش، عمر 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 يرجع يسند على هشام صلاح، هشام صلاح يلعب العرضيه لكن الرأسيه من بنجامين برنارد بواتينج، هو اربع بدلاء مره واحده نزلوا عليه، مابولولو يا ولد حب يعدي من رامي ربيعه، احمد عادل الانطلاقه من الجبهه اليمنى، الاتحاد يظهر بجديه اكتر من الشوط الاول والاهلي يركن الى افضليه الثلاث اهداف، انتظار العرضيه، ادي العرضيه من هشام صلاح يطلع على طول محمد هاني في قلب الملعب، ما تطلعش كده ابدا، تنزل لعمرو حمد كريم الديب، مابولولو 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 يرجع على طول لناصر ناصر، ناصر ناصر منه الكريم الديب، كريم جاب على القدم اليمنى يعمل عرضيه، وادي ميسي يا ولد يا شوبير يا ولد يا اوفا يا ولد يا اوفا يا ولد يا اوفا، توقيت اكتر من رائع، ينزل ويصد الكره من مكان يبدو سهل لكنها صعبه جنب القايم صعبه، تايمينج رائع من مصطفى شوبير، يا ولد يا ولد يا ولد يا مصطفى يا شوبير يا ولد يا مصطفى يا شوبير، في الزحمه كده ترجع الكره على طول مصطفى ابراهيم، مصطفى ابراهيم للمهدي سليمان، تروح في الجبل يسرع عن كريم الديب، نسبة الاستحواذ تجينا في 12 دقيقة لعبة و11 دقيقة لعبة تجد ان الاتحاد الاكثر استحواذا، ناصر ناصر في اليمين عند هشام صلاح يلعبها لاحمد عادل ميسي، وبواتينج بواتينج 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 يسجل جول لسيد البلد، جول لسيد البلد، بداية كانت واضحة من الاتحاد السكندري انه عازم على العودة في اجواء اللقاء والعودة في النتيجة، بنجامين بواتينج اللي اتكلمت عنه الغاني اللي قلت كلما سجل يا اما يفوز الاتحاد بالثلاثة ودي خلاص مش هتحصل، يا اما يتعادل الاتحاد ايجابيا على عكس اتجاه مصطفى شوبير لا يسأل عنها تماما، يسجل بنجامين برنارد بواتينج هدف الاول لنادي الاتحاد السكندري، ماتش ممتع، قلت في نهاية الشوط الاول ان اللقاء لم يبح بعد بكامل اسراره، كان ممكن يعني نتابع الشوط الاول يقول لك ثلاثه وهيكتفي الاهلي على كده والاتحاد مش هيعود، لكن كان احساسي وحدسي ان الاتحاد هيرجع ورجع عن طريق الغاني صاحب ال 23، كريم فؤاد واحمد نبيل كوكا ومحمود كهرباء، ثنائي الابداع حسين وامام خرج معاهم اسامه ابو علي، وادي كريم فؤاد، كريم كريم، وادي التصويبة والفولو من كهربا ترجع مرة ثانية لكريم، وادي المرور ومحمد معروف يقول ضربة جزاء، مش ممكن مش ممكن، كريم في تاني لمسة ليه، تاني لمسة ليه وهو جاي نازل، قلت كريم فؤاد كلما شارك أجاد، هيروح معروف يتشيك الفار بيقول لهم بس احنا نحسبها وهنشوف الفار هيقول ايه، هنشوف الفار يقول ايه، لأن ممكن يكون كان كهربا تسلل في لحظة التسديد، يعني شوف هنا هو كريم فؤاد سدد، هل كهربا كان متسلل؟ كهربا ما كانش متسلل، جاي من ورا، تدخل شرعي، وادي الكره، وادي كريم فؤاد، وهنشوف القرار ايه، لكن كهربا تمام امام ما كانش متسلل، وهل في دفع اصلا في ظهر كهربا؟ وارد كمان يكون في دفع الكهربا من سيف قاع، وهنا اللقطه بتاعت كريم فؤاد، لقطه هنشوف محمد معروف هيحسبها ايه، هنشوف محمد معروف هيحسبها ايه، كريم فؤاد 24 سنة في عمره 174 سنتي قدمه كده دهست قدم كريم فؤاد، كريم بيقول لهم والله ما في سيميليشن، وهل مين اللي هيسدد؟ عبد المنعم ولا عبد المنعم هل يمسكها بعد كده يديها الكهرباء على الطريقة الاعتيادية اللي كان بيعملها لاعبي الأهلي مع علي معلول؟ ما يتهيأليش عبد المنعم، وإن كان كولر قال إنه هيحدد طبقا لأحداث اللقاء، وأسامة أبو علي التبديل حرمنا من بينالتي تاني في المقص، ظني انه كهربا، شوف هو مدي ظهره وسايب عبد المنعم يدخل في الديالوج ده كله ويمتص الشحنه وتوتر لعيب الاتحاد ويدخل هو على الرايق. ستايل جديد وتكنيك جديد بيعمله دايما لعيبه النادي الاهلي. محمود معروف، محمد معروف. محمد معروف. واي دونت يو جو واتش فار؟ شوف بواتينج بيقول له ايه؟ بيقول له واي دونت يو جو اند واتش فار؟ هو مش قرار، مش قرار بواتينج.
مش قرار بواتنج، ومش بالضرورة أبدا إن الحكم في كل قرار يروح يشوف الفار، ده برضو عدم إدراك وجهل من اللعيبة بالقوانين. ممكن يروح ممكن ما يروحش. إلكتريستي 30 سنة 11 لقب لكهرباء مع الأهلي، منهم لقبين دوري، أطمح في الثالث بكل تأكيد، خامس موسم له مع الأهلي، 60 ماتش، 23 هدف، يسجل ال 24 في مسيرته مع الأهلي. يا ولد يا كهرباء، جول إلكتريستي، الفولت العالي، محمود كهرباء يسجل رابع أهداف النادي الأهلي، ويسجل رابع أهدافه هذا الموسم، عنده ثنائية في مرمى إنبي وهدف في مرمى الجونة من ركلة جزاء، ويعود بالتخصص يسجل من ركلة جزاء النهاردة. وسام أبو علي يوصل للرقم 4، ورضا سليم يوصل للرقم 4، ومحمود كهربا يوصل للرقم 4، والنادي الأهلي يوصل للرقم 4، وكلمة السر الرقم 4، 4 الأهلي، 1 الاتحاد السكندري. لكن شوف أي إتقان وأي براعة من لاعبي النادي الأهلي في تسديد ركلات الجزاء النهاردة. شوف كهربا حطتها إزاي، على يمين المهدي سليمان، كله على يمين المهدي سليمان، وشوف عمر كمال وكهربا. مهم جدا البديل يدخل جاهز وعايش أجواء اللقاء، يثق في مارسيل كولر، ويثق في برودة أعصاب الكهرباء، ويثق في فولته العالي، ويديله فرصة رغم أنه لسه داخل أرضية الملعب. وشوف التبديلات كان ليها فعل السحر ومفعول السحر من مارسيل كولر. كريم فؤاد يتسبب في ضربة الجزاء، والأهلي يسجل منها على طول كهرباء، ويرجع يحافظ على فرق الثلاث أهداف، يرجع يحافظ على فرق الثلاث أهداف. الأهلي عنده مواجهة يوم السبت القادم أمام البلدية المحلة في الأسبوع الـ 22. هذه العرضية، وادي رامي ربيع يا ولد، طلع على طول قبل ما بولولو، تنزل لناصر ناصر، بواتينج 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 بواتينج، عايز ياخد ضربة جزاء بواتينج، لكن تعثر. 22 سنة واكتسب الصبغة الدولية مع العميد. كهرباء كهرباء كهرباء، يحطها على طبق لكريم، يجيبها على القدم اليسرى. كريم بتعمل ايه يا كريم؟ محمد هاني، محمد هاني يحطها بينيه أرضية لكريم، لكن يا ولد يا مهدي يا ولد يا مهدي، وأعتقد إنه تعرض لإصابة. بره الموسم الحالي تهتز شباكه بالأربعة، يوريك غضب طارق العاشري. كهرباء يحطها في اليمين عند كريم فؤاد، خسر للزمالك 3-0. مروان 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 مروان، مش ممكن، على يمين المهدي سليمان، الكف بدون قصد من عمر الوحش في مروان عطية، تروح الكرة لأحمد عادل، عنده هدف في مرمى الجونة. أحمد أحمد عمل نشاط وحيوية في الجبهة اليمنى، يحب يشوف كريستو وقفش متفوق وعلى سيد البلد 4-1. الشمال عند رضا سليم، رضا تحصل على إنذار، يحطها الكوكا لعمر، عمر عمر عمل عرضية لكن سهلة، حطها لكريم فؤاد، ظهير لعمر، عمر لكريم، لمسة واحدة، كريم هيعمل فيها ايه؟ كريم 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 بالقدم اليسرى، يا كهربا يا كهربا اللص الشريف. ناصر ناصر اتلعبت على طول عند عمرو صالح، عمرو صالح عمرو صالح لمابولولو، مابولولو في الملعب، خبرات دكة بدلاء فيها ايضا قيمة مضافة، غيابات لو رجعت تصنع الفارق. رامي عور نفسه، استلم وحش، مابولولو عمل تاكلينج عليه، حط نفسه في وضع صعب. رامي ربيع، وكنت بتكلم وبقول سمع صرخات رامي، اتمنى له السلامة، ان لعيبة الاتحاد طرد مباشر من محمد معروف على مابولولو، طرد مباشر لمحمد محمد معروف لمابولولو، والمصائب لا تأتي فرادة. يستحق الطرد تماما مابولولو. امتياز لمحمد معروف في اللقطة دي، لأنه ما خدش وقت كتير، شافها في اللايف، لكن استلام رامي تولد سنة، ومابولولو تدخل وحشي. الاتحاد أهلي المصري كان 4-0. محمد معروف بيتشيك الفار، بيشوف هل فعلا تستدعي طرد مباشر. محمد معروف كان ماتش سهل النهارده، 73 فريق مشاركوا في الدوري الممتاز على مر العصور منذ انطلاقه موسم 48-49، سبعة بس اللي نالوا شرف اللقب. محمد معروف قال لما بولولو خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان، خرج ما بولولو، راح في مركز الجناح. كريم عدى كريم، الاتحاد بيلعب منقوص عدديا، وادي العرضيه لكن تطلع الكره على طول.
كريم فؤاد وجب التنويه عنها. كريم يحطها الكهرباء المتحرك، كهرباء يا ولد على الكعب، لكن رائع رائع ترجع للضوء. كريستو لو جت، لو جت، لو جت، لكن كهرباء رضا سليم والاطمئنان على مستواه، يعني الاطمئنان على البدائل والخروج بدون اصابات. ادي احمد عادل ميسي المميز، احمد عادل ميسي، لكن يقطع مروان تروح لبواتنج، بواتنج والتصويبه يخطف احمد عادل ميسي، عايز يكلفت رامي ربيعه ويرقصه، لكن رامي واقف كويس، يقظه من رامي الوحش، الوحش لبواتنج يعمل فنت، تروح لكريم الديب. وايضا يعني تحسين وضعيه الاهلي في جدول الدوري من المركز العاشر للمركز السابع، برستيج الاهلي اللي بيعود رويدا رويدا في الدوري دوري نايل. محمد معروف في هذه الأثناء يطلق السيد محمد معروف صفير النمو لنا نهاية اللقاء، فوز غالي للشياطين الحمر على سيد البلد، الأهلي يفوز على الاتحاد 4-1 من توقيع وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد بنجامين بواتينج.